إلى ملف الخدمات الجامعية الآن، حيث تعرف العديد من الإقامات تعرف العديد من الإهمال وهي فارغة ومنسية، وهذا بمدينة سيدي عبد الله بالعاصمة. نتعرف على هذه الإقامات المنسية في هذا التقرير لجمال دنبوشة. كأن لم تغن بالأمس، لأنها بين لحظة وأخرى بدت خاوية على عروشها، هو حال هذه الإقامة الجامعية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله. الإقامة التي حولت من سكنات اجتماعية إلى جزء من أجزاء الحرم الجامعي، وجدت نفسها بعد مغادرة طلبة قسم الآثار تتخبط بين أطلال ما صنع الزمن بها وآثار ما ترك الطلبة المغادرون. والله ما انا فاهمين، كانت لبس عليها كما بناوها جديده سيتي اوكيبي، كانت مضمونه مي كيفات الوقت هكذا. الاقامه هذه راهي مهيونه وراهي ابوندوني، كاين ممكن كاين بعض الطلبه برك يسكنوا، كاين وقيل بعض الاساتذه كاين واحد سكنات يسكنوا فيها. وهنالك اهمال كبير جدا من حيث جميع النواحي، تلقى من ناحيه المستوى الصحي ما إهمال كبير، من حيث المستوى الاجتماعي إهمال كبير، الوجبات إلى آخره. أبواب ونوافذ أكل عليها الدهر وشرب باعا، أماكن ترفيه لم تعد تصلح لشيء، غرف لا تحمل بين جدرانها الأربع سوى هذا الفراغ الرهيب، وشرفات لا تطل سوى على حي بائس. هنا لا تسمع غير أصوات العصافير، وما بالداخل كان أعظم، فهل للمسؤولين أعذار عن كل هذا؟ الجميع كله متشارك، أين هي الوصايا؟ أين هي المديرية العامة للخدمات الجامعية لكي تتابع الوضع قبل أن ينفجر؟ لأنه هذا بمثابة انفجار للوضع حول الكارثة التي تعيشها هذه الإقامة، والتي لا تصلح حتى لإقامة يعني عزكم الله الحيوانات. سيدي عبد الله هي فيه مشكل خفيف، هو أن هذاك المشكل احنا كارينها على لوبيجي سيدي عبد الله، دونك ما عندناش شهادة تسجيل، وهذا السبب اللي خلانا ما نقدروش نقوموا بالترميمات. وإحنا درنا ملف بهذا الخصوص، رانا نشوفوا بلي هذا الإهمال راه يزيد إيفيكتيفمون، وقمنا بإيداع الملف لدى الجهات المختصة والمعنية بالأمر. أسرة خارج مجال النوم، حالها بالخارج نفسه بالداخل، الإهمال وغياب المسؤولية هو عنوان حكاية النسيان هاته. رغم أن الديوان الوطني للخدمات الجامعية يعرف فائضا في هكذا منشآت سكنية، إلا أن توزيعها غير المتجانس خيم على بعضها بالإهمال واللامبالاة. حال هذه الإقامة المنسية خلفي بلا عذر ولا أسباب.